سعت الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار. يأتي ذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلا عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل وتدعيم مصادر النقد الأجنبية. على مدار السنوات الماضية سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة تسهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار. الدولة في هذا الإطار أطلقت حزمة من الإصلاحات الشاملة وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما انعكس على تحقيق الاقتصاد المصري نجاحات وإنجازات كبيرة جعلته قادراً على الصمود في مواجهة الأزمات بدءاً من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن باقي التوترات التي تشهدها المنطقة. ورغم تلك الصدمات الجسيمة، إلا أن الاقتصاد المصري ما زال صامداً بشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية والإعلامية حول العالم. بنك جولدمان ساكس قال إن الوضع الآن إيجابي ويحفز على انتعاش الاستثمار في الأصول المصرية، متوقعاً استمرار التحسن وتعافي الجنيه. كما توقع البنك أن يتواصل انخفاض التضخم وأن تعود المحافظ الاستثمارية للسوق المحلية إلى جانب انخفاض احتياجات الحكومة للاقتراض. وكالة فيتش هي الأخرى تحدثت عن تحسين توقعات السيولة الخارجية لمصر بعد الشريحة الأولى من صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار. كذلك توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.4% عام 2025 ارتفاعاً من 3% في عام 2024، مشيراً إلى أن سياسة تحرير سعر الصرف عززت حركة تدفق رؤوس الأموال ودعمت دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته. وهكذا بات اقتصاد الجمهورية الجديدة قادراً على تلبية طموحات الشعب المصري من خلال تحسين المؤشرات كافة، بداية من زيادة النمو وانخفاض التضخم وهو الأهم للمواطن، مع توفير فرص عمل وزيادة التصنيع والتصدير وتنميع موارد العملة الصعبة.